جربت احساس يوم متعب واخيرا الليل جه وخلصت كل اللي وراك وخلاص هتنام، وفعلا تدخل تنام وتيجي تقوم في وسط الليل لاي سبب من الاسباب ما تعرفش تقوم من النوم، اكنك مشلول او متكتف او مش عارف تقوم خالص. انت صاحي وشايف كل حاجة، وكل اللي حواليك مش شايفينك، شايفينك ان انت نايم عادي جدا، بس انت حاسس ان انت صاحي ومش قادر تتحرك، مش قادر تحرك ايد او رجل، كمان صوتك مش بيطلع، اكنك متكتف، اكن حد مكتفك ومكتف كل اعضاء جسمك، بس في الاخر انت حاسس ان انت صاحي. تسأل نفسك، طب هو انا هموت؟ ايه اللي بيحصل لي؟ بعد صراع لدقايق مع الوضع ده تصحى مفزوع من النوم ومش فاهم ايه اللي حصل، ايه اللي كان بيحصل ده، مين كان مكتفني، ليه مش قادر اقوم، ليه حاسس ان انا كنت صاحي وشايف بس مش قادر اقوم، مش قادر احرك ايد، مش قادر احرك رجل، مش قادر اعمل اي حاجة. ده اللي بيحصل لنا، وده اسمه شلل النوم او الجسوم. ناس كتير بيحصل لها حاجة زي كده بس مش عارفة اسم اللي بيحصل لها ده او ايه اللي بيحصل لها ده. موضوع حلقتنا النهاردة عن ظاهرة بتحصل 70% من سكان العالم، وهي ظاهرة مخيفة جدا، وهي انك تصحى من النوم مفزوع وحاسس بتقل في الحركة، مش قادر تتحرك، مش قادر تتكلم بصورة طبيعية. النهاردة هعرفكم كل حاجة تخص الجسوم، وهل هو شيطان او مثلا مس شيطاني بيجي ساعة النوم او وقت النوم بيخنقنا، ولا ايه الحكاية؟ تابعونا في الحلقة دي لحد الاخر عشان فيها مفاجآت كتير قوي قوي وحاجات كتير قوي، هتعرفكم حاجات كتير قوي عن الجاسوم ده. زمان قوي قوي في العصور القديمة اعتبروا الجاسوم مخلوق شرير بيهاجم الانسان في حالة النوم، يعني وهو نايم، حاجة كده ما بين النوم واليقظة، عشان يصيبه بالرعب الشديد. واعتبروا برضو ان المخلوق الشرير ده بيقعد على صدر الشخص ده ويخنقه وبيجيب له هلاوس، الهلاوس دي بتخليه فاكر ان في حد معاه في الأوضة. بس العلماء زمان قالوا ان الظاهرة دي تعتبر مس شيطاني، ما جابوش اي سيرة للكلام العلمي للجسوم، هم اعتبروه مس شيطاني نتيجة مثلا للبعد عن ربنا او حسد او حد معمول له سحر، حاجات زي دي كده يعني. وكمان في لوحة للجسوم قديمة جدا جدا اسمها الكابوس، رسمها الفنان هنري فوسيلي، وده كان في القرن ال18 عام 1781، يعني من زمان جدا جدا جدا. واللوحة دي كانت من أشهر اللوح اللي عبرت عن الجسوم، وزمان ما كانش فيه أي تفسير علمي للجسوم. ممكن معظمنا أصلا فاكر إن الجسوم ده ظاهرة حديثة لسه ظاهرة، لكن التاريخ أثبت إن الظاهرة دي قديمة جدا 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 من آلاف السنين. حتى العالم ابن سينا ذكر في كتابه الشهير اللي هو اسمه القانون في الطب في فصل اسمه الكابوس، وقال ان الجسوم مرض يشعر به الانسان عند دخوله في النوم، وشرح الجسوم زي كل الحالات اللي شرحت وقالت وتعرضت للجسوم، ان هي مجرد ما بتخش في النوم وتنام شوية وتيجي قايمة من النوم تحس بشلل، مش قادرة تقوم خالص، حاسة بكل اللي حواليها بس حاسة ان هي مشلولة مكتوم صوتها ومش عارفة تقوم من النوم. طب ايه هو بقى التفسير العلمي للجسوم؟ الجسوم اصلا اسمه العلمي سليب باراليسيس، والتفسير العلمي لحدوثه بيقول ان هو نوع من انواع الاضطرابات اللي بتحصل لما الواحد يكون نايم ويقوم فجأة من النوم، او بيكون يعني الشخص فيها واعي ولكنه ما بيبقاش قادر على الحركة او الكلام، وكمان بيبدأ يحس بهلاوس سمعية وبصرية لدرجة انه بيشوف حاجات اصلا مش موجودة، وده اللي في الغالب اللي بيخليه اصلا يكون خايف، يعني هو بيخاف من الهلاوس والحاجات ديت اللي بيحس بيها وهو نايم، فحاجات اصلا هي مش موجودة. والحالة دي بتكون لدقايق وممكن تحصل اكتر من مرة، يعني لو رجعنا للنوم تاني على طول بعد ما فقنا من الحالة دي ممكن يرجع لنا تاني شلل النوم او الجسوم. طب ايه هو اصلا سبب حدوث الجسوم؟ بيحصل ليه؟ طب عشان في الاول كده نعرف
سبب حدوث الجاسوم، لازم نعرف في البداية إن النوم متقسم لمرحلتين. المرحلة الأولى وهي العين غير الواسعة، في المرحلة دي بتكون في البداية، في بداية النوم خالص لما بنكون لسه نايمين معداش دقايق، والمرحلة دي بتستحوذ على أكبر وقت مجمل من وقت النوم عشان بيكون فيها النشاط العقلي في المرحلة دي عالي جدا جدا، فبيكون النوم في المرحلة دي عميق جدا، يعني لدرجة ان احنا بنحس ان احنا لو صحينا في الدقايق الأولى من النوم العميق ده بيخلي الأداء العقلي بتاعنا مختل، والواحد برضو ممكن يفقد توازنه بالكامل. طبعا كلنا فاهمين الحتة دي، علشان احنا لما بننام في الأول بيبقى النوم عميق جدا جدا، وبعد انتهاء المرحلة الأولى دي من النوم بندخل للمرحلة التانية وهي مرحلة العين الواسعة، ودي بتحصل بتخلي يعني بتجمل 20% من نومنا، والمرحلة دي هي اللي احنا بنحلم فيها وبنكون مندمجين جدا في الحلم، وبتبدأ عينينا تتسع وبتتفاعل مع الحلم. وأكيد كلنا لاحظنا مثلا لو حد نايم جنبنا بيبقى عينه مفتحة نص فتحة كده، بيبقى النن بتاع عينه بيتحرك كده أكنه بيبقى شايف حاجة احنا مش شايفينها، هو كده عينه بتبقى متفاعلة مع الحلم اللي هو شايفه. طب تعالوا نتخيل كده لو جسمنا كله بيتفاعل مع الحلم، طبعا هتبقى حاجة صعبة جدا جدا وحاجة غريبة، ومن رحمة ربنا لينا ان جسمنا اصلا مش بيتفاعل مع الحلم خالص، عينينا بس هي اللي بتتفاعل مع الحلم، علشان اصلا لو جسمنا اتفاعل مع الحلم ممكن نقوم نمشي واحنا نايمين، ولو بنحلم مثلا ان احنا بنرمي نفسنا من الشباك هننط وننفذ كل اللي بنطبقه، يعني هنطبق كل اللي بنحلم بيه يعني. فمن رحمة ربنا لينا ان عينينا بس هي اللي بتتفاعل مع الحلم. طب دلوقتي عرفنا ان الجاسوم سببه اضطرابات في النوم، طب ايه هو سبب حدوث الاضطرابات دي اصلا؟ الاضطرابات دي بتحصل لما يكون الواحد مثلا عنده ضغوط نفسية، مرهق، نام على ظهره كتير لمدة طويلة من غير ما يتحرك ويتقلب يمين وشمال، طبعا اننا ناخد مهدئات، ادوية الاكتئاب، المنبهات زي الكافيين والشاي وبرضو المخدرات لانها السبب الرئيسي اصلا في حدوث الهلاوس والحاجات دي. وعلى الرغم من كل التفسيرات العلمية اللي العلم وصل ليها في موضوع الجاسوم، طبعا لسه في ناس كتير جدا جدا بتؤمن ان الجاسوم مس شيطاني، وده عشان اعراض الجاسوم بتشبه لاعراض المس الشيطاني، زي طبعا ان الواحد ما بيقدرش يتكلم، ان الواحد بيحس ان هو متكتف، بيحس ان هو مشلول. انا كده وصلت لنهاية حلقتي، وفي النهاية الجاسوم يعني قصة كبيرة جدا جدا وليه قصص كتير قوي قوي، لو قعدتوا مع معظم اصحابكم هتلاقيهم حصل لهم حاجة زي كده. وخلينا نقول ان الجاسوم برضو مش سببه علمي بنسبة 100%، وده عشان السحر والمس اصلا مذكورين في كل الاديان السماويه، ووارد جدا ان هو يكون مس شيطاني او يكون شيطان متربص للانسان ده. في حاجات طبعا كتير ممكن تمنع اننا يحصل لنا حاجه زي كده، وهي اننا نذكر ربنا، ننام على جنبنا اليمين، ننام على وضوء، طبعا يعني نحاول نتجنب بقدر الامكان اي حاجه مش كويسة تحصل لنا قبل النوم علشان ما يحصل لناش جاسوم النوم دوت. وطبعا نقرأ آية الكرسي قبل ما ننام، نذكر ربنا قبل ما ننام، كل الحاجات دي بتمنع او بتقلل جدا جدا من حدوث الجاسوم. واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله، بحبكم في الله. ما تنسوش لو عجبكم حلقتنا تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.